بوليسي شد سترده الحبس. علاش؟ علاش؟ حيت كيتقرقب. انت مجبارة عايختك. هلكتني انت مجبارة جاتني. اهلا وسهلا، اش اخباركم؟ توحشتكم، مرحبا بكم معنا في اخبار ستار على ميد راديو. مرحبا بالمستمعين وبالمشاهدين وبالفولوور وبكاع الناس اللي كيحبوا ميد راديو. اللي ما كيبغيوناش دابا تبغيونا، غتبقاو حتى تبغيونا. اليوم انا فرحانه بزاف لانه معايا واحد الضيف اللي قلت لكم شحال هادي وانا كنتسنى يكون معايا، شحال عام دابا ولا اكثر وانا كنهضر معاه. يا امتى غادي؟ يا شوفي راه عندي واحد لافو برومي، وانا بلاتي راه عندي واحد التصويره عندي، ولكن بقيت مصره حتى حضر معنا في ميد راديو. انا فرحانه به اليوم بزاف. هو اسم قال لك خذوا اقدركم من الاسماء ديالكم، ياك هو في اسم ديالو زعما بحال كتب القدر ديالو لانه منتصر الحمد لله. ربي ناصرو في الاعمال الفنيه شارك فيها لحد الان، محبوب عند المغاربه ودخل قلوبنا، فهمتي هكا حل الباب ودخل، حبينا في كل الاعمال اللي قدمها تبارك الله عليه. واخا كيدير بعض الاعمال وادوار شريره ولكن يعني ماشي مشكل، حنا عرفنا قلبو زوين، دوك غير ادوار كيبقاو في التلفزه والسينما. معنا ايوب ابو النصر. ايوب وانت وانت اخبارك؟ لاباس عليك؟ والحمد لله اللي جيتي عندنا. والله انا فرحان، كنت مصره. وهانت انا كنت نجي من ديما، ولكن راك عارفه الوقت والخدمه الحمد لله جا الوقت. والحمد لله. وهذا صعب مصين انه فنان كتبغي تهضر معاه ودائما عنده ما يدير، عنده ما يدير، ماشي ما عنده ما يدير، عنده ما يدير. هذا امر مهم الحمد لله، الواحد كيطور من راسه دائما وكيتعلم. ايوا باش نستير باش دخلتي القلوب المغاربه بحال هكا، مع ان الدور ديالك زعما في المكتوب كان دور شويه شرير، كيفاش تحبوك؟ الصراحه هو ديما كان ادوار واخا يكونوا شريره ولا طيبه ولا هذا، كيكون ملي كيكونوا مخدومين كريديبل يعني حقيقيين كيحبوهم الناس، كيحبوا ديك الحقيقه ديالهم، لان كيحس بهم حداه واخا هو ضده، ولكن كيشوفوا ديما في الزنقه في الحياه. دونك هادشي علاش يعني بعض هادو دي زيكزامبل كنشوفهم في الحياه كنعرفوهم عايشين معنا، عايشين معنا، خصنا نتعاملوا مع هاد النوع. ايوب ديما كاين خصك تشوف وتسلم عليه وتقول لي سير بحالك. ياك انت معترف ياك؟ اذا ايوب اول حاجه غنهضروا على الجديد لافون بروميير اللي كانت البارح في الدار البيضاء ديال مروكيه حرور. ايوب الدور ديالك في هذا الفيلم اللي غادي يكون ان شاء الله لو لانسمون ديالو في السينما لو 1 مي. ان شاء الله باب التوفيق بيان سور، ونتمنى لكم النجاح في هذا الفيلم. هضرنا على هذا الفيلم والمشاركه ديالك مع فدوى الطالب. هي انت حمق وهي حمقاء، اشنو درتوا بجوج؟ والمخرج حمق اكثر منا. حمقيتوا كلكم. هشام العسري اشتغلت معاه بزاف زعما دي بروجي اخرين، كيعجبني الخدمه معاه. المخرج عنده رؤيه معينه للسينما، عنده التصور ديالو للسينما، دونك كممثل كتبغي تكون عند شي مخرج عارف العالم ديالو، تكون انت كممثل مادابتي مع داك العالم كتعرف تكومبوزي فيه دي بيرسوناج. دونك بيرسوناج عندي هو نونو بنزونه، سميتو نونو بنزونه. فرات كرشت واحد الحوار البارح وقلتي السميه ديال بيرسوناج، بقيت كنعاود الفيديو وكنعاود كنقول شنو السميه شنو السميه؟ هي نونو بنزونه. نونو بنزونه. نونو بنزونه. هو باغي يحرق. باغي يحرق هو مع فلوس. باش ما كان باغي يحرق. باي طريقه، بحال ايام بحال واحد كبرت فيها انا اللي كانوا خدي في العمر من 17 18 عام، كيكون الحلم المغربي مكتوب راه الحلم المغربي. الحلم المغربي هو الهجره، وكان واحد فهمتي ما عرفتش حلم المغربي الهجره، فهمتي كتولي الحلم المغربي وتخرج من المغرب، شتي واحد التناقض. التناقض فاش كان حيت هذا هو كبرنا بهذاك، هو تما فين تحقق النجاح، واذا اكبرت كليخه كاينه في الدنيا النجاح كيتحقق في بلادك. بلادك كتمشي فاكونز عند دوك الناس مزيان زوينه تشد تسركل وتجي، اما النجاح كيدار هنا. واللي مشى تما وخدم مزيان زعما غير ما يكونش هو الهدف في الحياه، ما كان جالس ما خدام مردام ما كنقرا ما كنتسنى شي نهار نحرق تخربيقه. هو كيفكر هكا نونو بنزونه، ودونك هادشي كيخلي ليا بعلاقاته الشخصيه اللي هي فدوى الطالب اللي معاه، كيلقى وحده اخرى كتبغي تحرك وكيولي معاه، لحظه كيولي كيقول لهم بجوج اللي ديني برا نكون معاه انا ما عنديش مشكل. مع الجهه الرابعه ديما عندي مشاكل مع العيالات انا. وكيف كانت الاجواء ديال التصوير مع فدوى الطالب؟ واعرين صراحه فدوى الطالب ممثله محترفه جدا ظريفه
حمقى وتستحق كاع النجاح اللي واصله عليه. الله يسهل. كتستحق حضورها هكا في اعمال فنيه كثيره وكنشوفوها في التلفازه. تستحق بيان سير. والدليل هو داك الشيء كنتفرجوا فيه راه كيكون زوين. حتى كتبان الحاجه الزوينه راه كتبان والحاجه الخايبه كتبان. تبان تبان كاين الخايب وكاين الزوين. اه كاين كيكون شي بزاف ديال الخايب. دابا ايوب تبغي لكل لقب من المسرح ولا من السينما ولا من التلفازه؟ نقولوا النجم ايوب النجم المسرحي ولا نجم مسرحي احسن بزاف. خاطر كي دان هذا عليا انا فورماسيون ديالي مسرح. انا لوغيا ديال ليزاد اكتمون المعهد العالي في المسرح في تنت الثقافي. انت بخومي دو في لا بروموسيون ياك؟ اييه سيدي راه مجهد. 2018 تخرجت ودرت الماستر ودرت كندير المسرح ودرت بزاف المسرح زعما هو الحلم. دونك النجاح واللقب والنجوميه تبغي تاخذها من المسرح. نبغي كل ما قبل التلفازه قبل السينما. بيان سير كتكون مسرح سينما تلفازه حيت السينما حتى هي عندها عندها حلاوتها عندها ليكرون كبيره زوينه بزاف كتقدر تكومبوزي على خاطرك والتلفازه حتى هي مهمه. هي كتوصل لك للجمهور ياك بواحد الشكل كبير جدا والحمد لله حنا جينا فين ولات الاهميه عندنا وجينا في واحد الوقت ديال تطور التلفازه المغربي. دونك حنايا غنساهموا في التطور يا غنفشلوا. دونك هذا واحد التحدي زوين ولينا كنعيشوا حتى مع التلفازه. دونك ولا عندنا فيها الهم كنقولوا الهم كاين الهم دابا في التلفازه. وتا حنا كمغاربه راه فيغيتي كنتعقلت مثلا في شهر رمضان كنا واحد الوقيته كنتفرج في ليله الحلميه والمال والبنون وحكمه تولي مسلسلات مصريه هي كانت طاغيه على رمضان ولكن دابا ولينا في رمضان كنتسناو الاعمال المغربيه كنبغيو نتبعوا المسلسلات المغربيه الاولى كنعطيو الاهميه عاد من بعد كنمشيو لمصر او لبنان الى اخره. فهنا ملي هضرتي على المسرح ايوب غنمشيو للتجربه ديال مسرح المغرب. وي على الام بي سي. ام بي سي صحيح. تجربه ناجحه اولا شويه اولا نص نص اولا كيفاش كتشوف؟ لا ما نجحتش دونك شويه مي ماشي حيت شي حد زقل شي حاجه باش شفنا هو تو سامبلومون القدر واننا خدمنا ثلاث شهور يلا كونا واحد الجمهور بعروض زوينه. كنا باقي ما صورناش التلفازه كنا كنديروا للجمهور باش من بعد نصوروا التلفازه جا الكوفيد. دونك الحبسه حبسنا ست شهور. دونك ملي رجعنا لقينا ان عندنا بعدا كونترا مع القناه اننا خصنا نعطيو 20 مسرحيه مصوره. دونك واحد الجمهور كان باقي ما ردوش. دونك كنا كنصوروا بلا جمهور دونك ما بقاش. دونك هي بالنسبه لك ما نجحتش ولكن ماشي بسبب المشاركين فيها ماشي او هذا بسبب الكوفيد. بسبب الكوفيد وما دار فينا ياك الله يرجعوا يا ربي. فاللي عجبني ايوب انه سولت الزملاء ديالك اللي اشتغلوا معك في اعمال فنيه بغيت نجيب شي دوسي عليك صعب. لا مخبي اش غنقول لك؟ لا والو ماشي شي دوسي شخصي ولكن قلت لهم زعما غير قولوا لي ايوب ابو النصر كيكون في اثناء التصوير وفي الاجواء ديال التصوير قالوا لي هذا خاصه راسه ما كيديرش مشاكل ما تسمعوا ما والو. واش هذا الشيء هذه الطبيعه ديالك ولا الطبيعه ديالك؟ هادشي هادشي حشمه بعض المرات هذا اكبر قمع في التلفزه المغربيه وقال لك حشمه دايرين لك واحد الفيديو فيه احسن لقطات ديال الشتاء كيما حشومي ايوه حشومي حشومي بعض المرات الحشوميه كتولي تبان الناس علاقه وهي راه انت راه ما عرفتش كنحس براسي باللي راه ما كنقدرش زعما ندخل عند الناس دغيا ما كنقدرش نزعم على شي حد لما جابتهاش الظروف غاد كيعرفني زعما وكنضحك قبل كنبدا نبان داخل سوق راسي وكيلي كتبان لي عياقه تن بعد كيعرفني كيقول لي راه كنقول لي راه انا هكا انا المشايق يقول لي راه بغيت حشومي حشوم. دونك فاش كتدخل الصور ما كتخلقش مع علاقه صداقه مع الفنانين وداك الشيء تجمع تضحك كتبقى في لوكون ديالك؟ لا ماشي بزاف لا جابتها غير هكا كنضحكوا مع الصحاب وهذا ولكن في الوقت اللي ما كتكونش الخدمه ويمكن حتى الاساس حتى العقل شنو فيه زعما كنبغي نمشي نخدم داك الشيء ديالي كيكون عندي راسي مبرزط بداك الشيء اللي على اللعب. اما دابا راه ايوب تجلسي لقاصه وتهضر بحال جاي يخطب ياك بحال شتي الشريف يا ربي نطلق يا ربي نطلق كي طالب رغبة بحال جاي تخطب اليوم. ف شنو هي اللي نقول لك ايوب شنو هي اسهل حاجه وشنو هي اصعب حاجه في الدومين الفني في بلادنا؟ انا هذه الجمله كنقولها على التمثيل كنقول التمثيل هو باش تكون ممثل واعر او التمثيل بصفه عامه هو اسهل حاجه واصعب حاجه في نفس الوقت. ملي قلت شنو هي اسهل حاجه واصعب حاجه عندنا في التمثيل اسهل حاجه هي تولي ممثل تلعب في شي عمل تلعب في شي تولي ممثل يعني اللقب ماشي ممثل ماشي كومبيتونس فوالا ماشي لا كومبيتونس انا كنقول لك تكون زعما ممثل انك تشارك في عمل فني فوالا كمشاركه هي اسهل حاجه كاينه في الكون. سهل سير الانستغرام ولا سير القرا ولا شوف حتى الطريق اللي بغيتي ولكن اصعب حاجه تبقى ممثل
تبقى واحد 30 عام. ايه الفلسفه دي؟ اش هاد الفلسفه؟ اسهل حاجه تكون ممثل، ولكن اصعب حاجه هو انك تبقى ممثل، تبقى حياتك كامله ممثل. نعم، هاد القضيه ديال انستغرام، هاد لي انفلونسور ولي انفلونسوز، يمكن هاد السؤال تضحك بزاف ايوب ياك، ولا كيشغل الناس بزاف لا فيريتي. شنو رايك فيه بصراحه ايوب؟ زعما كاش خلى رضوان رمضاني الزميل ديالنا بدون لغه خشب، بدون لغه خشب، واضح فيها. وقلتها زعما قبل وكنقولها للاصدقاء ديالي، انا ما ضد حتى شي واحد، ماشي ضد قانونيا، زعما قانونيا السور المغربي كيقول ان كومبيتونس وكاداء وك واش كيقنعوا في التمثيل. ماشي كله، لا ماشي كله، اوني داكور. وبعد مرة حتى حنا ما كنقنعوش، دوك هي معادلة صعيبة صعيبة. حتى حنا راه زعما حنا كنقول حنا زعما اللي قرينا شويه، حتى حنا ما كنقنعوش. غير هو اللي كيقلقني هو ملي كيكون شي حد تعطاتو الفرصة انه يكون في عالم التمثيل وما كيمشيش يخدم. دابا كنا كنبقاو نسمعوا هذاك المثال ديال سكورسيزي، جاب واحد خينا سرباي ويردو ممثل. لا رداه عام كيقرا في اكتر ستوديو، قال رداه ماشي ردوه، ماشي من تما بدا رداه قراه قراه. يعني راه كيديروا كنديروا حرفه لا ما يعني كنقولوا قرا ما شافش بلاصه. مني جاب لك الله الانفلونسور وليتي في واحد ونوض تخدم فيه، دير فورماسيون، دير ريسيرش، دير فورماسيون، دير فورماسيون، ما ديرهاش في ايكول، ديرها سيدي في الانترنت. طلع لي ماستر كلاس، طلع لي زاتولي تقيد. كاين لي زاتولي اللي غاتوي في لوروب غاتوي جد، زعما غتمشي تقطعي الطياره وغتمشي تدخل ما كاينش حاجه، وغادي تجي تكمل ف وغاتمشي تقلب تزيد حاجه وتزيد حاجه وتزيد حاجه، وغادي وكتقلب وكتغلط وكتعلم من الغلط وكتسول. اما باش تكون كتمثل فيلم غير باش يطاقيوك مشكل. هذا واحد السؤال ما فيهش جواب على ايوب ولا، حيت انت ماشي ديال المشاكل. واش كاين بعض الوجوه في الاعمال الفنيه المغربيه مثلا خاصه في شهر رمضان، كتكون كل شهر رمضان كتقول انه ما تستاهلش تكون في كل شهر رمضان وفي كل الاعمال الفنيه، ولا لا؟ ولا كل شيء بالنسبه لك يستاهل؟ هي نسبية صراحة، كلمة تستاهل عرفتي مطلقة في الأبسولو تستاهل. شوف هو رمضان ديما كنشوفوا باللي راه غنسميوه باللي رمضان، الأعمال الفنية في رمضان بحال الموسم، كل شيء كيجي يدير شي حاجة. خلي زعما مزيان، راه اللي كيدير بروجي زوين راه كيبان كتحس به، وكاين اللي بصح تعطاو فرص ما تعطاوش الناس أخرين. فوالا تعطاتو بزعما دونك ماشي ما يستاهلش، قول بحال زعما تعطاتو فرص اكثر ما ماركاش، وخا تعطى الناس اخرين وما ماركاش. كاين ما ماركاش، كل خلا نصيري، كل خلا، لا ماشي كل خلا نصيري، كل خلا البوصوفه هي هذيك. ما عندكش مع الكره؟ لا عندي مع الكره. واش جيت لا عزتي تاع شنو الفريق ديالك؟ رجاوي. لا رجاوي، ديما رجاوي، ديما رجاوي. اذا هنا غادي نسولك على الاعمال الفنيه دائما في رمضان، واش بالضروره الممثل يتقن واحد اللهجه؟ كنعرفوا انه كان واحد الجدل على مسلسل مغربي اللي هو دار نصا الشماليه، ياك؟ دابا انا وياك مثلا كازاويين عندنا واحد طريقه الهضره، شيخ ودريه هذا. فكاين كان بعض العتاب على بعض الفنانين اللي كانوا حاضرين في هذا المسلسل انهم ما كيتقنوش اللهجه الشماليه. واش بالنسبه لك واش الممثل خصو يتقن اللهجه باش يمكن يشارك في عمل مثلا شمالي اولا ما عرفت انا وجدي اولا المهم امازيغي، خصك تقن امازيغي، ولكن بحال هكا خصك تقن اللهجه ولا الجمهور خصو يعذرك؟ الاول الجمهور خصك تهضر وخصك تتقنها، تحاول دير محاوله والجمهور يهضر، وحتى في العكس حتى الناس مثلا دير شي لهجه اخرى جاوا مثلو في كازا يتقبلوا الناس حنا كازا، حيت حنا ما كنهضروش على حقنا في كازا. اللي ما كيجيوش يتقنوها ما كنهضروش، ما كنهضروش، ما كنهضروش. دونك هما هضروا وبحقهم الشمالي، لان الشمالي ما عجبهمش الحال، عندهم هويه ديالهم، عندهم هويه ديالهم بغاو يحافظوا عليها، بغاو من حقهم بيان سور جدا. ومن القدام حنا من حقنا نبقاو كازا، واللي شي واحد مثلا من شي بلاصه اخرى وجدي ولا شي حاجه وجا لعب في كازا وبانت لي شي كلمه ما كنقولهاش في كازا غتنتقد، نقول لي لا اخويا، الا ما قلتيش اختي نقول اختي، نقول اختي غادي تمثل معنا. لا شوفي المحاوله كاينه، المهم بنادم راه حاول، مني كيفشل كتبقى ديما راه حيت فهموها حتى شي ناس راه بلي كوميم راه بيرسوناج كازاوي لعبه راه صعيبه، راه اللهجه صعيبه. مي كانت المحاوله، وهذه الحاجه الزوينه عند الممثلين اللي كانوا داروا محاوله وبانت. وكانت بنت برومو ديالي اللي قرات معايا بوتينا اليعقوبي اللي بنت تازه تقنات سميتو ولعبتها، وملي كنتفرج جاتني دارت اجتهاد كبير. هنا غنرجعوا لواحد الفيديو انتشر في انستغرام ايوب في المسرح، شي ميكرو بقى مطلوب. ياك
كنتي كتقدم مسرحيه وشي ميكرو بقى مفتوح لشي فنانات كانوا حاضرين في المسرح. كيفاش تعاملتي مع هذا الموقف ايوب؟ كيف ما شفتي ديك الرياكسيون اللي شفت دابا هو هذيك الرياكسيون جات باش من يحس بنادم بودنو كيسمع واحد الحوار ما كاينش كيسمع امبروفيزاسيون عارف بلي راه كاين شي بروبليم ويلعب به ويطفيو لي ميكرو. هذيك زعما ماشي درت ديك العمليه مي عادي انا ما تبرزتش بزاف عادي لان ما كانش الخطا كيتحمل فيه مسؤوليه شي حد شي حد معين يعني. حتى الشخص دابا بزاف الناس كيقول لي شكون حتى حد فينا ما عارف شكون ما عرفتش شكون اللي كان كيهضر حتى المخرج كل شيء ما عارف شكون. علاش؟ اولا المسرحيه هي ونبغي نهضر على هذا البروجي لان امين ناسور وزاره الثقافه داروا بروجي واعر اللي هو مسرحه المواقع. هو كنمشي للقصر البديع مثلا كندخل كنشوف اش كان عايش في قصر البديع عبد الملك السعدي اللي كلعب وانا عبد الملك السعديين منصور الذهبي ولد عمو مو لالا صحابه ولا العوده كنشوفوا ذاك موكب الشموع كنشوفوا ذاك العالم اللي كانوا عايشين السعديين اللي هما ثقافتنا بيان سير حضارتنا. دونك هذيك المسرحيه كيدخل الجمهور كيبقى غادي سيركوي باش تنظم هذه العمليه المخرج يدير ربعه ديال الناس كيرويو يعني كي مرحبا بالناس اجيو دابا غتشوفوا ملك كيبقاو يديو الناس حتى التراجي طويل. دونك ديما الميكرو ديالو محلول لان الا مشى شي واحد شي بلاصه كيقول لي اجي سيدي مرحبا كيكون وسط الجمهور. واش شي جوج كانوا كيهضروا وسط الجمهور وسمعت الهضره في لي ميكرو يقدروا يكونوا وسط الجمهور ماشي غير كاين جوج بنات كيهضروا مع بعضياتهم. واش ممثلين عاوتاني ما عرفتش علاش حيت راه كاين 60 ممثل كون كانوا خمسه كنا نقولوا صوتك في العين صوتك 60 ممثل كنعرفوا فيهم غير خمسه اللي كنعرفهم انا شي الاخر كامل اللي دوي صبعو حتى حد ما قال انا حتى حد ما عرفنا شكون وكيبقى في الاخر المشكل التقني دابا كنعرفوا ان وعاوتاني ما وصلكش في هذيك اللحظه ايوب لا لا شي كامل والله التلفازه كيكون عندك حق ديك كوب 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 نعاودوها يلا في المسرح منك الحقيقه كيوصلوا ميساجات في الجروب ديال المسرحيه تسدينا وحق الله الا الحاج فلان محيح. إذا هنا غادي نرجعوا مرة أخرى للعشق ديال أيوب هو المسرح مسرح الحي. العرض الجديد عرفتي في لي كوليس فاش يلاه جا سولوا الكاميرامان ديالنا بقاو كيهضروا على المسرح الحي وكنت كنهضر على المسرح الحي وأنا كنبرك كنحس بواحد اللمعة في عينيك والله واحد الفرحة واحد اللمعة. المشاركة ديالك في المسرح الحي أنا فرحان بزاف بهذه التجربة نيت مع أمين ناسور المخرج اللي جبدنا قبيلة مع فرقة مسرح الحي عاجل فلان مع إيكيب شابة مريم الزعيمي منيا المكمل مهدي فلان وأنا وسينوغرافي ديال طارق ربح. دونك فرقة بروفيسيونيل جدا كوستيم ديال كوثر بن سجاي دونك إيكيب جد محترفة. درنا لابون بخوميير البارح داز واعر مع الجمهور الضربات الحمد لله دابا غتبدا الجولة والناس حسينا بالناس فين غتكون الجولة؟ المغرب كامل إن شاء الله المغرب كامل إن شاء الله وبرا المغرب وحسينا بالناس فرحوا انهم غي شافوا التاريخ ديالهم اللي هو عجيل وفلان نوستالجيا راه ماشي تاريخ راه ما يمكنش ذكريات وتاريخ مع مسرح الحي فاكيد غتكون غيكون فخر وفرح لك انك تكون مشارك في مسرح الحي بزاف. تحيه كبيره لهم كامل مسلم لنا سي فلان السلام الا شفتيه فيلم عليه بزاف قال لهم الدراجو كيسلموا عليك وتوحشوك في ميد غاديو. الدور ديالك في جنين تكلمنا على الدور ديالك في جنين خالد خالد ولد واحد السيد لاباس عليه من دوك الدراري اللي خسروا بالفلوس ولاو مفشين وهذا بحال حراك في السينما هل فشم تفشش في هذا في وجنيين علاش علاش كيبان لهم في وجهي مشاكل لا ولعبت ادوار الصراحه اللي زوين بحال هينا كانت الدار ديال سعيد اللي مرتو هضر ماستيج وهذا كان دور زوين دونك مسلسل جنين لقى نجاح وزعما استحسان كنشوف مواقع التواصل الاجتماعي وفي الجروب بعدا الجروب تاع المنتديز فخت كيهضر على المسلسل بزاف متبعينه بواحد الشكل خيالي فعجبتك التجربه ديال جنين بزاف بيان سير جدا مع ادريس الروح كمخرج خالد النقري كمنتج شركه ديسكونيكتد هاد الثنائي كيديروا اعمال ديجا ناجحه دوك نهار عيطوا لي عرفت كو غيكون شي بروجي اللي غيكون ناجح وغيعجب المغاربه. داكوغ واحد الحاجه تبدلت فيك وجهك ياك ايوب شنو هي؟ في الضحكه ديالك صوت انا دابا باش نقول لكم ايوب انه كان عندك واحد الشاغم باقي كان عندي روحي والله كان عندك واحد الشاغم بدوك السنينات هكا ياك كانت وحده وحده معلقه وحده
كانت هي هي الحلاوه. كانت الحلاوه دوماج. ودابا قديتي واش وليت سمايل ولا لا لا ماشي وليت سمايل؟ لا لا حيت قديتي مرغم اخاك على بطل. الطبيب قال لي خصك تقاد لان كنتي مجبور. لا دخلتي العيبه ديال الداخل مرضت. كانت غتضرب لي الصف كامل دونك دونك كنتي مجبور انك تصاوب. انا كيسحب لي واحد الدور نصاوبهم كيف ما كانوا. ترجعهم. ولكن فكرت عاوتاني حتى الناس اللي غيصاوبوا ليك يبقى اللي شافك يقول لك يبان لهم بحال هاد الناس صاوبوا خايب. انا تحب لي كاين شي دور ولا سبستيني ولا مشاركتك في الفضاء باش صاوبتيهم؟ لا لا كنت سميتو كنت في التورناج حبسنا باش مشيت لان كانت مرضت صافي كانت غتخسر لي كل شيء. كانت وحده هادشي بسبب التدخين. كل الشباب ما بقاوش تدخنوا ياك. بقاوش تدخنوا راه السنان كيمشيو. اخر سؤال شكون الفنان اللي عجب بزاف انت كممثل تبارك الله وناجح وشاب؟ شكون اكثر فنان قنعك وعجبك بزاف الاداء ديالو والدور ديالو في شهر رمضان في التلفزه المغربيه؟ اكثر فنان اكثر واحد عجبني فنانه او فنان من غير من غير كنت شفت جني قلت عجبني لا واحد شوف يعجبك راسك انت هو الاول من حقك وتكاه على ايوب ولكن من غير ايوب ابو النصر الصراحه كاين بزاف اش نقول كنقول واحد ثلاثه اللي يلا قلنا ثلاثه الاسماء اللي كاينه مريم زايمي مريم زايمي في دار النساء دار النساء وكاين خويي في بيل القصور كان متميز الدور ديالو كيفاش صوب ديك البيرسوناج والديفلوبمون ديالها وكاين هادي لاباتوراب تراب في دار النساء في بنات الحجاب داك هادو ثلاثه الادوار ثلاثة الفنانين اللي شنو اكثر حاجه مثلا شدات في مريم الزعيمي في الدور ديالها دار النساء؟ اكثر حاجه هي مصطلح اكاديمي هو حنا في التمثيل ما كنبغيوش نكونوا كنمثلوا بزاف على الاكستيريور كنكومبوزيوش برا باش ما نبانوش ريديكول نجحت في انها تكومبوزي بيرسوناج كلها اكستيريور تقريبا وتدخل فيها الانتيريور ديالها وتعطيها واحد لو موند كريديبل وما تبرزتناش وسط لونسومبل ملي كنتفرجوا كنضحكوا وما كتقولش هذا الشيء ما كتقولش كنضحك حيت باغا تضحكني حسيتكم لا كنضحكوا واحد المواقف اللي تحت الصوت دونك كانت ذكيه بزاف كيفاش صوبت البيرسوناج كيفاش ديفلوباتها كيفاش خشاتها وسط لونسومبل هذا هو الصعيب هو تصوب شي حاجه بعيده عليك بزاف مريم الزعيمي وديك الشخصيه راه بيت ما كتشبهش لا في حتى شي حاجه يمكن انا ما كنعرفش مريم الزعيمي ولكن ما تكونش كتشبه ليها ضروري لانه هذيك ستيده ما يمكنش شريره بزاف ما تكونش مريم الزعيمي هكا وكتبان لينا هذا الشيء بصح اللي كيوقع لا قنعتني انا كتبان لي مريم الزعيمي هكا هذيك الجاره هذيك هذا هو اللي خلاني هذيك الجاره الشماليه اللي حقوده واللي هكاك كتعطيك كلام قاصح الى اخره لا قنعتنا في الدور بزاف تحيه كبيره لمريم الزعيمي اذا ايوب نورتينا اليوم في برنامج اخبار ستار شكرا بزاف فريمون بزاف الجمهور المغربي عنده لقاء معك مع فيلم مروكية حارة إن شاء الله بارتيغ دو 1 ماي مع فدوى طالب كنتمنى لكم التوفيق مسرح الحي إن شاء الله جولة مغربية وقلتي حتى خارج أرض الوطن إن شاء الله جاية من بعد داكوغ وكاينة مسرحية الكليكا الكليكا في سويسرا مع فيها ممثلين زوينين سيمو ستراتي زوير زائر زكريا الحلو سمعتو غير نتوما حتى هي كاينه الجوله ان شاء الله تكون في الصيف الجوله الثانيه ديالها وكذا من الاعمال اللي في التياتر كاين اعمال اخرى اللي تكون حتى العام الجاي ان شاء الله في التياتر وكاين مسلسل كنصوروا فيه دابا هو مسك الليل مع هشام الجباري هلا قبل من سيناريو مريم الدريسي في سعد موفق وميدي فلان وانا وحنان الخضر فاتي جمالي لقيتها من حيون ولا عارف الكاست تقريبا حنا بدينا نصوروا تقريبا دونك بدا النهار الاول في الطورناج حنا في بريباراسيون دابا فين غادي تبدا التورنيو في الرباط اوكي ان شاء الله ان شاء الله دونك سرقنا قبل ما تبدا التورناج عطي جينا نصوروا بروميير التورناج برافو علينا دونك التوفيق لك ايوب شكرا كلمه للجمهور ديالك الناس يحبوك وتبعوك وباقي مسالينك وباقي معاك ومتبعينك شكرا بزاف كنبغيش زعما نقدرش نقول لكم زعما الى اي حد كنديروا مجهود ماشي على قبل الجمهور اكثر ما على قبل البلاد اون جينيرال الحمد لله بلادنا غاده في واحد ديفلوبمون في جميع المجالات بغينا الفن حتى هو يواكب هذا الشيء اون باراليل للنجاحات حتى الفن يولي مهم في حل المشاكل حتى القضايا الوطنيه يكون كيلعب الفن دور مهم فيها حتى هذا هو الدور ديال الفن اون جينيرال هو يمشي مع القضايا الوطنيه ونمشي مع التطور ديال بلادنا بيان سير ما يمكنش نكونوا ما يمكنش غادا بلادنا قدام وحنا مازال الحمد لله كنشوفوا بزاف النجاحات في مجالات اخرى
وخاص حتى 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 التلفازه والسينما والفن اون جينيرال يمشي قد هذا. بعض المرات كنحس كيبقى في الحال شفت لعيبات وكنقول دوماج جاي كاس العالم كاس افريقيا كاس العالم كاين بزاف كاس العالم. دابا ملي كتقول كاس العالم يجي عندك الناس من العالم كامل يعني غي لا تحطت شي استراتيجيه ديال الاعمال السينمائيه اللي غيكونوا داك الوقت في ذاك الوقت اللي غيكونوا ماشي ضروري يكونوا كاليتي كبيره ولكن ماشي ضروري يكونوا فيهم شي حاجه اكثر من ان غير دوك الناس يشوفوا فيلم ويشوفوا ما عرفتش مثال بسيط يشوفوا غير مدينه اخرى ما كايناش البروغرام ديال كاس العالم ونفرض عليه سياحيا انه يعاود يرجع عندي راه ربح كبير ربح كبير ماشي اللي خدموا عليه دول اخرى حنا خصنا نخدموا عليه نخدموا باش يولي الفن حتى هو مربح او لا حتى هو سوق مهمه لبلادنا غد زائد نوصلوا القضايا ديالنا ندافعوا على الامور اللي حنا مامنين بها في بلادنا. دونك هادشي كامل كنطمحوا ليه نرجعوا للجمهور كنتمناوه وكنديروا مجهود كبير الصراحه كنتمنى انه يكون كيوصلكم هذا المجهود كنتعذبوا بزاف غير باش نعطيو شي حاجه زوينه لبلادنا حيت كتستحق و والله يعطي لكل واحد على قد نيته ولا لي حشمه زوين هذه الله يعطي لكل واحد على قد نيته نعم. وبدورنا كنشكرك بزاف ايوب والله الا ايوب ماشي مغرور ماشي متكبر بالعكس انسان بسيط جدا وكتحس بدك فهمتي باغي غير راحه لباس باغي مشى الدار باغي غير ينعس. شكرا لكم مشاهدينا السلام عليكم نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله قريبا في برنامج اخبار ستار.